طبعا مستشفيات وزارة الصحة استقبلت ما يزيد عن 4200 إصابة في خلال 3 أسابيع من مسيرة العودة. طبعا هذه أعداد كبيرة وكبيرة جدا. المستشفى يعني بعض المستشفيات وكمستشفى الشفاء وهي أكبر مستشفى استقبلت العدد الأكبر من هؤلاء المصابين. طبعا طبيعة الإصابات هي متنوعة، أغلبها أو جلها إصابة بعيارات نارية حية ومن النوع المتفجر. طبعا الطواقم الطبية فرقت بين الإصابات العادية والإصابات الرصاص المتفجر بأنه مدخل صغير ومخرج كبير، مما أدى لتهشيم في العظام وتهتك في الأوردة والأوعية الدموية و الأعصاب الطرفية وحتى العضلات وحتى فقد الجلد في المنطقة المصابة. بعض هؤلاء المصابين يقبعون في العمليات لساعات معدودة، يحتاج كل إصابة تحتاج إلى طاقم طبي للتعامل معها. معلش بس عايز اعرف هذه الظروف